يسعد صباحكم، معكم عفراء من عفورة بلوج. اليوم راح اتكلم لكم عن حاجة جدا رائعة اللي هو الجل حق فيتامين اي من كوكو كير. تمام، الحاجة دي يعني اوريدي انتم انا استخدمت قبل كده اللي هو الجل حق الجونسون، حق اللي هو زي الجل اللي يجي كده بالشكل دي، ترطيبه جدا عالي لأبعد الحدود. بحب استخدامه أكثر من اللي هو زيت الأطفال لأنه ما بيدبق على الجسم نهائيا، البشرة تمتصه بشكل مرة كبير، والحاجة الأجمل أنه فيها فيتامين إيه. أوريدي أنا تكلمت لكم عن فيتامين إيه وإيش الفوائد حق فيتامين إيه للبشرة، من ناحية البقع، من ناحية تفتيح البشرة، من ناحية تخفيف التجاعيد، من ناحية الأشياء دي كلها جد مفيد جدا للبشرة. يعني أي خلطة فيها، أي خلطة للبشرة جالسة أسويها للوجه أو للجسم دايما أضيف فيها زيت فيتامين إي. فما بالكم عبارة عن جل يرطب ترطيب عميق وما يدبق بالجسم، وكمان فوقه فيها فيتامين إي، فيعني كده كمية الفايدة مضاعفة لأبعد الحدود. فصراحة جدا حبيته، لقيته موجود في اسمه إيه في آي هيرب. طبعا اني على طول بتحطيه بيرطب البشره لابعد الحدود، وعلى طول يجف، على طول يجف للبشره. طبعا لو ملاحظين شويه الايديه تغيروا لانه جد عامله سكين كير جدا رائع. ان شاء الله راح انزل لكم اياه ايش جلسه اسوي من مقشرات، من مرطبات، من كريمات. فبصراحه جد افادني، وشايفين على طول نشفت البشره وما يدبق نهائيا. والجل حق جونسون بصراحة ما صرت ألاقيه في كل مكان، فدير لقيته موجود في اي هير، وعلى طول بصراحة طلبته وجد حبيته لأبعد الحدود. فممكن تشوفوا كود الخصم، وكمان حتلاقوا اللي هو رابط المنتج موجود عندكم في صندوق الوصف تحت في الأسفل. تمام، وإن شاء الله بإذن الله أكون أفدتكم اليوم بمنتج جديد. يعني بصراحة أنا أول مرة في آخر طلبية طلبته جبته لأنه أول مرة ألاحظ أنه هو موجود، بس يعني حتى الريفيو عليه جدا رائعة. وبكده نكون خلصنا منتجنا لليوم. لا تحرموني من لايك وسبسكرايب والأشياء الجميلة. مع السلامة.